السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة برج العقارية. عرضنا اليوم مميز في منطقة بليتلي في مدينة طرابزون. العرض مقابل مطار طرابزون. عرض شقة 3 غرف صالة، إطلالتها جميلة جدا على البحر وإطلالة على المطار. المجمع عبارة عن 5 أبراج، 4 أبراج جاية وراء بعض في هذه الجهة، والشقة اللي بنصورها في البرج اللي لحاله بالجهة المقابلة. خدمات المجمع زي ما تشايفين عندنا بوابة إلكترونية، كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى جلسات عائلية وألعاب الأطفال. مجمع جميل وراقي في منطقة بليتلي مقابل المطار، والشيء المميز أنه واصل الغاز الطبيعي في هذا المجمع أو في المنطقة ككل. الخدمات شرحت لكم. الموقع يقع زي ما قلت في منطقة بليتلي مقابل المطار. المسافة بين الموقع ومطار طرابزون تقريبا 3 دقائق إلى 5 دقائق، وبين الموقع والميدان 10 دقائق، وبين الموقع ومول الفورم 7 دقائق. يعني موقع مميز جدا ومرموق. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الشقة على أرض الواقع، ونشوف إطلالتها المميزة ومساحتها على أرض الواقع. خلوكم معنا. وصلنا جماعة الخير الدور السادس، شقة 3 غرف صالة، مساحتها 160 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. شقة مساحتها جيدة وتفصيلها جميل ورائع. يسارا عندنا هنا الانترفون ولوحة المفاتيح، والتدفئة موجودة في المدخل. يمينا توزيع الغرف، يسارا نتوجه إلى الصالة. مساحة الصالة جيدة، أقدر أقول تقريبا 6×6 تقريبا مساحتها، متوسطة الحجم وجيدة. الواجهة الأمامية للصالة واجهة زجاجية وإطلالة بحرية. يعني الشقة هذه زي ما قلت في بداية الفيديو أنها في منطقة بليتلي مقابل المطار. شقة رائعة جدا. الأرضيات باركيه مع المدخل والممرات كلها أرضياتها باركيه. يعني أقدر أقول الدرجة اللي مستخدمين فيها المواد يعني درجة ثانية. نتوجه إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ. مساحتها 2.5×2.5 متر، وإطلالتها جاية إطلالة بانورامية على البحر وعلى الطبيعة. إطلالة رائعة جدا. نسيت أقول لكم أنه في بداية الفيديو أو في بداية تصوير الشقة أنه المنطقة واصل لها الغاز الطبيعي، راكب الكومبي والساعة أيضا، ما يحتاج إلا تحويل الاسم للمالك الجديد. نتوجه إلى المطبخ من جهة البلكونة. زي ما تشايفين مساحة المطبخ مش كبيرة، بس مناسبة أنه حاطين دواليب في جهة، أماكن الأجهزة الكهربائية وتمديد الغاز الطبيعي واصل. والمساحة هذه نقدر نستغلها بطاولة صغيرة مناسبة لهذه المساحة. نكمل تفاصيل الشقة. مدخل الشقة من هنا نقدر نحط في المنطقة هذه مقابل المدخل دولاب خاص بالأحذية والعبايات. نتوجه إلى تفاصيل الشقة من هذه الجهة. يمينا عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، ولنا حرية الاختيار في تحويلها إلى أفرنجي. مقابلها عندنا الغرفة الأولى. مساحة الغرف مش كبيرة، أقدر أقول أنها وسط، يكفي للسرير أو سريرين فردية مع دولابها وإطلالتها على الطبيعة من الجهة الجانبية. بجوار الغرفة الأولى عندنا الغرفة الثانية، مساحتها تقريبا نفس الغرفة الأولى كمساحة، وإطلالتها كمان زي الإطلالة الغرفة الرقم 1.
مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الرئيسية. دورة المياه الرئيسية عندنا مروش ورا الباب، عندنا كلوزيت ومكان خاص بغسالات الملابس والمغسلة، مساحتها وسط ومناسبة مساحة دورة المياه. نجي هنا إلى غرفة النوم الرئيسية، مساحتها أقدر أقول أنها مش كبيرة وما فيها يعني تفتقر أنه ما فيها زي بعض الشقق منطقة خاصة بالدريسنج روم، بس نقدر نحط هنا السرير ومكان خاص بالدولاب، يعني نقدر نرتب تفاصيل غرفة النوم على مزاجنا. دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية مكان للمروش والمغسلة، بس ما فيها الكلوزيت. نشوف بلكونة غرفة الماستر. البلكونة هذه أصغر من البلكونة الأمامية وإطلالتها على الطبيعة وعلى البحر أيضا. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، ثلاث غرف صالة في منطقة بليتلي. في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهات في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.